اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حكي عراقي. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على مواقعنا اللي حتطلع اسفل الشاشه بالانستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وايضا تقدرون تشوفونه عن طريق موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. اليوم موضوعنا يتكلم على الانترنت الوهمي، مصطلح طبعا نسمع به بالفترات الاخيره، واكد طبعا مركز الاعلام الرقمي قال احنا عندنا انترنت وهمي، واكو شركات تجهز الانترنت للمواطنين انترنت وهمي. حتى نتكلم على هذا الموضوع الانترنت الوهمي وكل هذا تفاصيله، وياي بالاستوديو الدكتور صفد الشمري، استاذ العلاقات الرقميه في كليه الاعلام جامعه بغداد. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك دكتور. الله يخليك دكتور. اليوم بالبدايه اريد اسالك، شنو الانترنت الوهمي؟ مصطلح اكو ناس ما يعرفوه. حقيقه الانترنت الوهمي يعني مصطلح من الضروري انه يتصدى برنامجكم وقناتكم لهذا الموضوع لكي تفهم الناس ماذا ما هو الانترنت الوهمي. نعم. هذا المصطلح شاع في المجتمع العراقي بعد تقارير ومعلومات استقصائيه قالت، واعتقد هذا محور برنامجكم اليوم او حلقتكم، قالت انه معظم ما يباع في العراق او ما يستخدم في العراق هو انترنت وهمي. علينا ان نفرز في البدء، يعني هناك تطبيقات او نظم وهمي. هذا النظم والتطبيقات الوهميه تتعلق بالحاسوب نفسه، يعني تطبيقات برامج معينه تتعلق بالحاسوب نفسه. يعني هذا موضوع تقني بحت، هذا ممكن لاي شخص يسوي سيرش على اليوتيوب على كذلك كي يفهم ما فائده التطبيقات النظم الرقمي. لكن هذا الوهمي عفوا، لكن هذا النظم الوهمي او التطبيقات هو ليست الانترنت. دكتور عفوا، يعني هذا المفهوم هناك يحصل خلط حينما اسمع للمره الاولى الوهله الاولى الانترنت الوهمي، قد اذهب الى وين؟ الى النظم الوهميه. هذه نظم مجموعه نظم وتطبيقات وهميه تكون داخل الحاسبات واللوائح الذكية. هذا غير موضوع، هذا غير موضوع. وهناك العالم الوهمي اللي الانترنت يوفره، أيضا هذا موضوع آخر. هناك موضوع وسط، موضوع مهم اللي هو الانترنت الوهمي. الانترنت وبأنواع الانترنت نفسه، يعني الانترنت هو الانترنت بحد ذاته. هناك انترنت عادي نسوي هذا نشوف احنا كنت نستخدمه بشكل طبيعي باعتيادي ونسوي عليه سيرش وكذا بالش اسمه، وهناك ما يطلق عليه انترنت الديب انترنت اللي هو الانترنت العميق، وهناك الانترنت المظلم او الاسود. الانترنت الوهمي هو عبارة عن انه تعرف حضرتك احنا نستورد الانترنت من العالم، لكن هناك تجري بعض التلاعبات، فبالتالي هذه التلاعبات تمكن، وراح نتحدث في خلال برنامجكم اليوم، تمكن القائمين على ايصال الانترنت الشركات المجهزه والكذا ان يعني تحيلك من الانترنت الاعتيادي للانترنت الوهمي، وهذا بحد ذاته هو ما تعرف، وهذا بحد ذاته هو تلاعب خطير، بل هو فضيحه يعد. زين. نعم. كثير من المصادر اكدت انه اكو فعلا تحقيقات صارت على هذا الموضوع. اعتقد هو موضوع يعني لازم يتحول لنا الزهر. هو ملف فساد كبير على مستوى دوله. يعني حينما تتحدث المعلومات الاستقصائيه بان الانترنت يباع ب 50 ضعفا مثل ما قالت التقارير الوارده اللي استمعتوا لها وكل جمهورك استمع لها، هذا بحد ذاته فضيحه. يعني حينما ياتي الانترنت بالمواصفات العالميه، السعر الميجا المفروض اللي به من 3 الى 6 دولار، تعرف كل شيء في السوق عرض وطلب، حتى النفط في اي شيء كان، فهي 6 الى 3 دولار المفروض يوصلك بمواصفاته القياسيه، المفروض يوصلك للعراق، المفروض يوصلك بحدود يعني هذا 6 الى 3 يتلحقها مصاريف النقل وما غير النقل، فبحدود تقريبا 50 دولار يباع للمشتري بمواصفاته القياسيه، يباع للمشتري 250 دولار، يعني بخمس اضعافه 250 دولار الميجا الواحده. لكن حينما تاتي يعني حتى هذه الميجا 250 خمس اضعاف، الجماعه ما رضوا بها، سووا انه اشتغلوا على الانترنت الوهمي. هذا الانترنت الوهمي اللي راح نتحدث عليه ضمن هذا البرنامج، اللي ينزل تقريبا سعره او يكلفهم حوالي 10 دولارات، وتخيل انت ب 10 دولارات وينباع ب 250 دولار، وحتى هذه ال 10 دولارات تقسم وفق توقيتات وسعات ووفق هواي امور، وراح نشوف انه يعني حينما كل ما تتعمق بالموضوع راح تشوف هناك مجال وهامش لاستغلال المواطن بشكل اكبر، وبالتالي يتطلب من الجهات المعنيه انه تكون على يعني المفروض كان مثلا وزاره الاتصالات يكون من عندها موقف كبير. صح. يعني حينما تسمع مثل هكذا، يا اما انه تتحقق اولا من المعلومه وتوضح للجمهور، يعني هل الانترنت في العراق هو انترنت وهمي؟ حقيقه انترنت وهمي؟ هل هو يباع بهذه الاسعار التي اعلن عنها وقيل عنها؟ نعم. زين هسه يعني بعد هذا الكلام وسمعنا اكو فريق تحقيق حيصير على هذا الموضوع، المواطن
اليوم شلون يعرف هو عنده انترنت وهمي لو لا؟ هو المواطن يعني هناك اجهزه عند الجهات المعنيه يطلق عليها كاش وبعض الانظمه الاخرى، المواطن ما معني بها، هو لا يعلم المواطن الاعتيادي، لكن هو يستشعر من خلال جوده الماده اللي يستقبلها. يعني مثلا حينما يعني هو شلون يكون انترنت وهمي؟ يعني هو الانترنت هذا يستقبله في الشركه، لكن المواقع اللي يصير عليها سحب ويصير عليها كذا، فش تسوي؟ حتى من ضمن حتى المواقع الغير طبيعيه، حتى هذه المواقع تعمل هذه الشركات على تخزينها بالكامل ببياناتها في معلوماتها. فبالتالي شلون يكون انترنت وهمي؟ حينما انا استرجع هذه من حينما اطلب سيرش واسوي على مين راح يجيني؟ راح يجيني انترنت محلي من المخزون عند هذه الشركه مو من الانترنت نفسه. فالزياره مالتي والكذا تكون عند من؟ عند هذا الشخص اللي هو اساسا، فهي هو بالتالي تلاعب اثنين، تلاعب ودا يتلاعب ويا المواطن، دا يتلاعب ويا الشركه اللي استورد من عندها هذه البضاعه. فبالتالي راح تكلفه مثل ما قلنا 10 دولارات تقريبا. هذه العشر دولارات ايضا يتم تقسيمها اكثر من اتجاه، يعني مثلا حينما اني اطلب مثلا هذا الميجا بايت، انا احتاجيت انه متفق انه تجهز لي انت بواحد ميجا بايت، هذا الميجا بايت ايضا راح يتلاعب وياي ابو الشركه باكثر من طريقه. يعني مثلا ممكن بنفس الوقت يقسمها بيني وبينك وبينك وبين المشاهد نفس الوقت. جانب اخر مرات حتى الوقت يعني مثلا تلاحظ حينما تستعرض او تسترجع معلوماتك تشوف دائما الانترنت يقوى بالليل لحد وجه الصبح. هذا حينما يقوى تدري راح يصير سحب اكثر منه ويبدا يتضاعف اثناء النهار واثناء وقت المغرب يكون ضعيف جدا. هذا الضعف ايش راح يؤدي؟ يؤدي بالنتيجه انه ينطي فرصه للشركه، طبعا هذا مقصود، ينطي فرصه للشركه المجهزه للانترنت، انا لا اقصد المكتب الانترنت، هذا حاله من حالك، هذا لهذه الشركه ان تقسم هذا الميجا بايت بينك وبين غيرك. فبالتالي حتى هاي العشر دولارات ربما راح تكلفك 3 دولارات. جانب اخر يعني مثلا حتى يعني موضوعات مثلا حينما يعجب وقت الانترنت مثلا اثناء الامتحانات. هذا على مستوى بلد كامل 3-4-5 ساعات تتوقف الانترنت. طيب هل سأل احد انه هذا الوقت المفروض يخصص فلوسه؟ احنا تدافع فلوسه وهو في كل نظم الاتصالات اللي عندنا بالعراق حينما يتعامل معك، يعني مثلا المي الكهرباء يتعامل وياك على اساس السعه، هل قد اخذت متر مكعب من الماء، هل قد كذا، هل قد اخذت امبير كهرباء، هل قد يحاسبك اما انه حينما يتعامل معك بالوقت، يعني انه الاشتراك هو شهري اسبوعي يومي حسب النظام، سنوي حسب النظام اللي انت تعمل به. فبالتالي راح يقدر يتلاعب بهذه، يعني هو يعطيك بالحد الاعلى مثلا يقول لك الشركه الفلانيه مثلا تعطيك ميجا بايت مثلا ب 15000 دينار بالموبايل. هذا انت افترض ما استخدمت هاي الميجا بايت بالكامل خلال هذه الفتره، حينما لما استخدمته وخلص الشهر خلص اشتراك عليك انت، صح انت جدد لازم. هذا اذا هي كانت مطيتك الميجا بايت بال... فعلا. وتشوف ايضا هي حتى العروض مالته انه ينطيك خيارات اوبشنات، يقول لك اذا اخذت 1 ميجا بايت ربما بعض المواقع ما راح تدخلها، اذا اخذت هذا كله ايضا هي تلاعبات ممكن يتمكن الجهة المستفيدة بالتلاعب. من المسؤول برأيك عن هذه؟ والله هو المسؤول بالدرجة الأولى، هو هي المسؤولية، يعني المسؤولية حينما يعني تكشف منظمات المجتمع المدني جهات الرقابة هذا الموضوع، أعتقد بالدرجة الأولى على هيئة النزاهة تحرك. أن تتحرك في هذا الاتجاه، وخصوصا هذا يتزامن مع اعلان وزاره الاتصالات لاكثر مره الى مرحله وصلت على لسان وزيرها وسماهم اعتقد حتى شركات بالاسم، قال ان الشركه الفلانيه والشركه في مقابلات تلفزيونيه. ليش حركه النزاهه هو الوزير؟ هو يقول الرجل حسب ما سمعت له، يعني سمعت عنه في اكثر من مقابله تلفزيونيه شفت له من خلال متابعتنا كمختصين وتمين موضوع العوالم الرقميه، الرجل يقول انه الموضوعات قيد التحقيق وما زالت، ونشوف انه حتى هيئه الاعلام والاتصالات يعني يوميا تعلن انه كشفت كذا برج فبالتالي انت تستورد الانترنت، وحتى هذا الانترنت اللي تسرق من عنده الباقي منه وين دا تصدره او تهربه؟ تهربه عبر ابراج مثل ما يتهرب النفط ومثل ما يتهرب. الغريب انه خلال هاي السنه الاخيره بدينا نسمع عن تهريب الانترنت كل شوي، المواطن بدا يعني شنو تهريب الانترنت؟ صح. الانترنت الوهمي، يعني شنو الانترنت الوهمي؟ الانترنت بحد ذاته يعني مثل ما تحدث الجنابك، انترنت هناك مجموعه الانترنت السطح الاعتيادي اللي اني وانت والكل يسوي سيرش على اي شيء، برنامج حضرتك ممكن انه يسوي اسم حضرتك يسوي اسم وتطلع تالي كل منتجاتك. لكن بالمقابل هناك ما يطلق عليه الديب انترنت. انا عندي دقيقتين. نعم. دقيقتين اريد يعني اول شيء بس اعرف هل راح يصير تحقيق فعلا
على موضوع الانترنت الوهمي، وبعدين اريد اسالك على الانترنت الاسود، ما عرفت هذا المفروض يكون هناك تحقيق فعلي وحقيقي، لان هذا فساد على مستوى دوله. تحقيق دولي يعني؟ لا مو دولي، لا المفروض انت الجهات الدوليه هم لا هو طبعا هو اكيد هذا يصير بالاتفاق، لكن المفروض يكون انت قدر تعلق الامر بك ان يكون التحقيق يتعلق بالجانب المحلي يعني. انت الجانب الاخر الانترنت الاسود، هذا الانترنت اللي يوفر لك مساحه معينه ما تطلع يعني المواقع كذا ما تطلع من خلال السيرش الاعتيادي، ولا يمكن حتى ما تعرف ناشرها ولا ما تعرف الموقع وين. هذا يستخدم في مجالات كثيرة من ضمنها بيع السلاح، الاتجار بالبشر، والمخدرات الرقمية التي يعني اليوم أحدثك عن المخدرات الرقمية. المخدرات الرقمية بدأنا بالتثقيف والتوعية أن المخدرات الرقمية موجودة يا أخوان في العراق، وهناك جرعات يجري من خلال مواقع إلكترونية معينة وصفحات وسائل التواصل يعني الاجتماعي. المخدرات الرقمية أعتقد هذا يراد لها نفرت لها حلقة كاملة حتى نشعر ضروري طبعا، لكن أكيد. بشكل سريع هي عبارة عن مجموعة من النقرات الموسيقية تتلقاها ملف MP3 بثلاثة إلى $9، وهذه تعمل وفق آلية معينة راح نشرحها إن شاء الله في حلقة مقبلة. وتكون هناك تصنيفات يعني مثل ما كريستال وحشيشة وكذا، هناك مخدرات رقمية وفق هذا اللي أنت تختار النوع، أو الذكاء الاصطناعي يرشح لك النوع وفق مزاجك أنت، فبالتالي تتلقى هذه الجرعة وتحس حالة التخدير اللي يتعرض لأي شخص يتلقى يعني. دكتور صفد، هذا الموضوع احنا لازم نفتحه يعني بحلقة قادمة، نتكلم على موضوع المخدرات الرقمية. نعم وهذه يعني بيعمل بها بالعراق موجود؟ بالعراق موجودة، ولدينا أكثر من ندوة مع أجهزة أمنية عليا. بدأنا والحمد لله والشكر سمعنا أنه من خلال الجهات المعنية هناك مخاطبات من قبل الجهات العليا الأجهزة المختصة بمتابعة واقع المخدرات الرقمية في العراق وبالتالي معالجتها. واعتقد من ويا اي جهه احنا كاكاديميين نقيم يعني مثلا اجهزه وزاره الداخليه، الرد السريع، مكافحه المخدرات كذا، هذه الاجهزه نتعاون وياهم من خلال ندواتنا ونحاول انه نوعي الناس ونوعي انه المخدرات الرقميه. بالمقابل تلاحظ انه معظم اجهزتنا البرلمانيه والتشريعيه والكذا تنفي المخدرات، وجود المخدرات الرقميه في العراق، في حين انه هناك مؤشرات دوليه تقول انه المواقع الانترنت اللي تتعلق بهذه الشسمة تتلقى او تسحب منها جرعات من قبل المستخدمين العراقيين داخل حدود العراق. يعني دكتور صفد الشمري نورتني وسعيد بحضورك، واكيد عندنا لقاء نتكلم به على هذا الموضوع. شكرا جزيلا، واتمنى برنامجكم التطور والازدهار ولقناتكم الكريمه. الله يخليك. اعزائي المشاهدين، وصلت وياكم لنهايه حلقتنا هذا اليوم، انتظروني بالحلقه الجايه من برنامجكم حكي عراقي. مع السلامه.